صار في عندنا خبرة تراكم أن الدولة تنكفئ في هذه الحالة، لا تريد أن تقتل يعني وهي قادرة على القتل بطبيعة الحال، هذا الأمر يصير حالة من الفوضى والفتنة وظهور مشاريع مرتبطة بأجندات معادية. أنه لا حاضنة شعبية لها ولا مرجعية دينية أو سياسية تغطيها. أن ما يجري في سوريا هو مشروع أمريكي، وتم إدخال عدد من الانتحاريين وعدد من الإرهابيين إلى بعض المناطق، خصوصا منطقة السويدة. Yeah.